قبضة رجال الأمن. مواطنان يقومان بارتكاب 24 جريمة تمثلت بسرقة الآليات والمعدات الثقيلة من مواقع متفرقة، وعثر بحوزتهما على 420 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة. تم القبض. 3 أشخاص يرتكبون 4 جرائم تمثلت في العبث بأجهزة الصرف وافتعال عطل بخانة استلام النقود، ما يمكنهم بعد مغادرة المستخدمين من الاستيلاء على النقود إثر عمليات السحب غير المكتملة. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 7 وافدين من جنسية آسيوية يرتكبون 250 حادثة سرقة للكيابل النحاسية والقواطع الكهربائية تقدر قيمتها بمبلغ 3,750,000 ريال من مواقع تابعة لشركة الكهرباء في عدة أحياء. تم القبض. 2 من جنسية إفريقية من مخالفي نظام أمن الحدود امتهنا كسر زجاج المركبات وسرقة مقتنياتها والتعاون مع 3 وافدين في شراء المسروقات وبيعها. تم القبض. مواطن يسكب مادة سائلة على مركبة متوقفة أمام أحد المنازل ويشعل النار فيها. تم القبض. مواطنان ومقيم من جنسية عربية يقومون بسرقة مبلغ 180,000 ريال ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها بمبلغ 200,000 ريال من أحد المنازل وضبط بحوزتهم جزءا كبيرا من المسروقات. تم القبض. مواطنان يقومان بارتكاب جرائم سرقة محلات تجارية ومخازن ومركبات والاستيلاء على معدات زراعية ومواد تعمير وبناء. تم القبض. تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص يقومون بسرقة أحد المنازل والاستيلاء على مبلغ مالي قرابة 150,000 ريال وذهب ومجوهرات تقدر قيمتها بحوالي 1,200,000 ريال. تم القبض.